مجددا كرة هذه جيدة الروتري هدف هدف هو جول رجاوي رجاوي في الوقت البدل الضائع يظهر مهدي المهدي المنتظر مهدي مهوب انتظروا طويلا الرجاويين مهدي يسجل هدف الأسبقية للرجاء العالمي في الوقت البدل الضائع مهدي مهوب يصل للشباك هدف أول للرجاء هدف أول للنسور الأرضية والمتابعة بالقدم اليمنى في الشبكة جول في الشبكة جول تفرجنا 90 دقيقة 45 دقيقة تفرجنا 45 دقيقة الكرة اللي قلنا ما تماركاش هي تماركت تخيل دابا الكرة اللي قلتي ما تماركاش هي اللي تماركت ولكن